هلو هلو، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون ميك اب اووردز العام ديال 2021. يعني المكياج اللي استخدمت ولا اللي جربت في 2021 وعجبني بزاف بزاف، ولكن هاد الفيرسيون ديال هاد لا فيديو غادي يكون غير هاي اند، يعني المكياج الغالي. الا بغيتو فيرسيون ديال دروغ ستور ميك اب ما كاين حتى شي مشكل نديرها لكم، ولكن قبل ديروا بوز لهاد لا فيديو ونزلوا لي كومونتير لتحت قولوا لي بلي راه بغيتوها. الا لقيت بزاف التعاليق ديال راكم بغيتوها غادي نشاركها معكم وغادي ندير لكم فيديو دروغ ستور، لان فريمون كاينين دي برودوي فنين ودي كو دو كور ودي بيبيت اللي رخاصين وزوينين. علاش بغيت نبدا لكم بالهاي اند؟ لان فريمون كاينين دي برودوي لا يعلى عليهم وفريمون يستحقوا انكم تحطوا فلوسكم فيهم واخا غاليين. الا بغيتوا تعرفوا شنو هاد لي برودوي اللي اختاريت واللي خليتهم هما الطوب ديال سنه 2021، ديروا سبسكرايب ونتلاقاو مور لانترو. سو غادي نبداو بالترتيب، غادي نديرو فيس برودكت، من بعد اي برودكت، من بعد ليب برودكت. يعني غادي نبقاو غادي بكاتيجوري بكاتيجوري، داكو متفقين؟ يلا سو غادي نبداو بالبرايمر. هي نورمالمون خصني نختار حاجه وحده، ولكن عندي جوج لان عارفين حنا كاينين بزاف ديال لي تيب دو بو، غادي ندير جوج ننفع الناس وحدين اخرين، ماشي بالضروره غير الناس اللي عندهم نفس النوع ديال البشره ديالي. اول واحد هو هذا ديال فانتي بيوتي، فريمون زويون بزاف، ولكن لمن الناس اللي عندهم لابو ديالهم عاديه حتى شي شويه ميكس. هو سوفت مات ماشي مات، كيعطي واحد لو غلو للوجه زويون. بالنسبه للناس اللي عندهم لي بور ما غاديش يعاونكم بزاف، ما كيدركش داك لي بور زعما جونغ كيسدهم، نو 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 غير شويه، ولكن الناس اللي عندهم غير شويه ديال لابور ماشي بزاف. اللي عجبني فيه سورتو سورتو هو الفينيش ديالو، لان كيلعب على التكستور ديال فون دو طون، واخا يكون فون دو طون مات كيخليه يكون هكا ساتان، و الا كان سومي مات فكيخليه يكون شويه جلوي، كيبقى داك اللوك هيلثي. سو لهذا عجبني بزاف بزاف هذا البرايمر هذا، وهو اللي حطيته نمبر 1. بوغ البرايمر الثاني وهو هذا، بوغ مو هذا احسن برايمر بوغ لي بور دي لاتي. الناس اللي عندهم لي بور شويه واسعين هذا واعر بزاف بزاف، حتى الناس اللي كيعانيو من لمعان في البشره ديالهم، لان هذا كيعطي افي مخملي ماشي مات ولكن مخملي. وهذا البرايمر هذا ما كيلعبش على التكستور ديال فون دو طون. الثمن ديالو هذا كيبقى رخيص على فانتي بيوتي، هذا واقيلا داير شي 15 دولار واقيلا. لا مارك ديالو كتعتبر ماشي دروغ ستور ميك اب وماشي هاي اند، جات في الوسط، سي بوغ سا دخلتو في هاد الفيديو هذا. هاد البراند هادي واعره بزاف بزاف وغادي تلقاوها في بيوتي باي. بالنسبه لفانتي بيوتي راه كاين في لوسيت ديال فانتي بيوتي، الناس اللي متبعيني وكيشوفوا كاع لي فيديو راه كيعرفوا فين يقدروا يلقاو هاد لي برودوي هادو. و الا كنتو اول مره كتشاهدوا لي فيديو ديالي غير رجعوا لي فيديو ديالي القدامين، راه غادي تعرفوا منين كناخذ هادو، سورتو 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 لي فيديو اول. دابا غادي ندوزو للفاونديشن، وكذلك الفاونديشن اختاريت لكم جوج. واحد بعدا بوغ موا سي ان كود كور واعر 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 بزاف بزاف، هو اللي غادي نحطو في المركز الاول، عاد ديك الساعات نهضروا على الثاني، وهو هذا ديال جوي كوزميتيكس. فريمون هاد الفون دو طون واعر بزاف، هو كيجي ليكيد يعني ما ما. بالنسبه للكونتيتي ديالو غير 20 امل، يعني راه فريمون صغيره. لي فون دو طون نورمالمون كيكونوا 30 امل، الثمن ديالو فريمون سي شير بالنسبه للكونتيتي، ولكن شنو غادي نقول لكم على هذا، كيعطي كفرج واعره زائد زوين بزاف بزاف بزاف. الناس اللي عندهم البشره ديالهم عاديه الى مختلطه الى دهنيه، هذا واعر. لا من ناحيه لاكولور كتبقى هي هذيك، لا من ناحيه انه كيبان ناتشورال على الوجه، لا من ناحيه لاكوفرونس ديالو فريمون طوب، كذلك خفيف بزاف، فريمون كتحسوا براسكم انكم ما دايرين حتى شي حاجه على وجهكم. هاد لا مارك هادي عجبتني بزاف بزاف بزاف، اوسي جو كونط نجرب دي برودوي ديالها اخرين، لان كاع اللي عندي عجبوني بزاف. دابا غادي ندوز الفون دو طون الثاني اللي حتى هو حمقني وزوين بزاف بزاف، ولكن هذا سورتو بغيت نديرو للناس اللي عندهم البشره ديالهم جافه الى جافه 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 الى عاديه، ميكس شويه، وهو هذا ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. الى بانت لكم لاطان شي شويه غالقة عليا وي، لان كنت كومونديته في الصيف. هذا كيعطي لومينس فينيش، اولا لافي ديالو ميديوم ولكن بيلدبل، يعني يقدر يكون حتى فول كافريج الى درتو طبقه ثانيه. لافي ديالو فريمون زوين، كيعطي داك لو غلو وديك الاضاءه الطبيعيه، كيبان فريمون ناتشورال على الوجه، خفيف وزوين، ولكن ماشي قدر
ديال جوي. جوي كيبان ناتورال اكثر واكثر واكثر بواحد الطريقه لا توصف ابدا، لان جوي ليكيد مازال هذا شويه كريم عليه، الاخر راه داير بحال الماء تماما. تقدروا تستعملوه حتى مثلا شاك جور، ما تخافوش منه لانه خفيف بزاف. سو هذا ان كود كور حتى هو. دابا غادي ندوزو لونتي سيرم. لا سي فري كو جربت هدى بيوتي، جربت ديال فانتي بيوتي، ولكن هاد لونتي سيرم هذا ما لقاش الضجه اللي خاصو، وهو هذا ديال جوي كوزميتيكس. هذا واعر البنات، راه تلقاوه في بيوتي باي. غير هو خساره بزاف بزاف اختي لاطانت اللي شوفوا شحال مقاربه الفون دو طان، تقولوا بحال درت نيد الفون دو طان في بلاصه لونتي سيرم. تالمو واعر بزاف، فول 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 كافريج، خفيف تماما، ما كيخططش تحت العينين، ما كينشفش تحت العينين. هذا عجبني بزاف. سي فري كو طارت زوين، تو فيس زوين، ولكن حتى هذا فيه واحد الكافريج واعره. وبارمي لي زونتي سيرم توب اللي جربت هاد العام هذا ديال 2021. دابا غادي ندوزو لابودغ. لابودغ اللي اختاريت هي هذه ديال الاش كوزميتيكس او لا ليندا هيلبرغ كوزميتيكس. هذه غادي تلقاوها في بيوتي باي. هاد لابودغ الناس اللي كيحماقوا على الفلتر ديال انستغرام، هذا فلتر على الحقيقه. طول الناس اللي عندهم لي بور ديلاتي، واخا كيديروا برايمر كيبقى واحد شويه ديال لي بور باينين. هذا واعر، هذا كيمسح لك لي بور. هاد لابودغ هادي ما راه فريمون توب 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 توب. اي بور الناس اللي عندهم شويه ديال الخطوط هنايا، داك الخطوط الرقيو كاين شويه، هادي كتمسحهم. هي سي فري كو لا كونتيتي قليله بزاف، فيها غير 9 غرام، مي راها واعره بزاف بزاف. باي ذا واي اي حاجه هضرت عليها غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وغتلقاو حتى اللينك ديالها باش يديكم نيشان لو برودوي. ديروا شريو هادي والله تاع تشكروني. تقول لي شيماء فين كنتي، علاش ما رحمتيناش بهاد لابودغ من شحال هادي. هاد راه فريمون ان نافي فلتر اللي ما تعطيه لك حتى شي بودره وحده اخرى من غير هادي. من مور ليطاب ديال لابودغ كيدوزو للبرونزر، وهنايا غادي نقول لكم اختاريت هذا ديال فانتي بيوتي. نورمالمون خصكم تكونوا عارفين اللي غادي نختاروا، لان في الفيديو ديال فانتي بيوتي ملي جربته لكم قلت لكم فريمون هذا ان كود كور بور موا. دايوغ لا كولور ديالو عجبتني بزاف بزاف، جات معايا. حاجه اخرى، الناس اللي مبتدئين كتعرفوش دمجوا البرونزر، هذا كيدمج راسو براسو، كيجيش داك لافا ديال محطوطه ديك لا كولور هكايا في حناكك وكتباني هادي مالا دخيتي، هادي مكتعرفش حتى تدمج البرونزر ديالها. نو با دو تو، هذا فريمون هو كيدمج راسو براسو، وكيحيد عليكم داك لافوغ ديال تبقى كل ساعه شحال درت او ماي جاد. نو نو نو، هذا تالمو هذا واعر بزاف بزاف. اوتوماتيكمون غادي ندوزو للبلاش، وانا هنايا غادي نقول لكم هذا ديال فانتي بيوتي بلا ما نبقى ندير لكم داك اللف والدوران. واخا كخيم انا جايكم، انا جايكم الهضره، واخا كريم غير شريوه. الا لقيتو سولد في هذا شريو كاع لي طانت اللي عاجبينكم ولقيتوهم انكم تقدروا تستعملوهم شريو، لانه فريمون واعرين بزاف بزاف بزاف. تقدروا تستعملوه قبل من لابودغ، ولكن انا اللي بغيت نقول لكم ان هذا البراش كريم غير استعملوه في خاطركم من مورا لابودغ، لانه ما كيطبع لكم، ما كيخسر لكم لو طان ديالكم، ما حتى شي حاجه، بالعكس يتدمج بواحد الطريقه زوينه بزاف بزاف. بليز سيروا تفرجوا في فانتي بيوتي الفيديو ديال فانتي بيوتي، كذلك غادي تشوفوا حتى كيفاش جات لا كولور في الحناك ديالي، مي راه فريمون زوينه. هذا واخا ديروه في الصباح يبقى لكم لا كولور بحال هكاك نهار كامل. هذا ان توب برودوي ماشي غير ديال 2021، وانما ديال دائما. ايوا دابا غادي ندوزو الهايلايتر. شوفوا ما ضربونيش، ولكن فريمون هذا حمقني بزاف. انا ها اللي غنهضر لكم عليها، انا سورتو كنستعمل هذه. الناس اللي كتخاف دير الهايلايتر لانها عندها مشاكل في الوجه ديالها، خذوا هذا. ما كيبينش التكستور اللي على الوجه، ما حاجه وحده اللي كيبين هو داك لافي جلوي هايلايت ناعم فوق لابو ديالك وفوق الحنيكات ديالك. راه ديجا قلت هاد لا فراز هادي في لا فيديو ديال فانتي بيوتي، انا عارفه الا خديتوه غادي يعجبكم. دابا غادي ندوزو لاخر حاجه في الفيس برودكتس، وهي سيتينغ سبراي. هو ديال فانتي بيوتي عجبني، ولكن هذا انا غنقول لكم علاش عجبني وعلاش اختاريته لهاد الفيديو هذا ديال توب اووردز 2021. هذا سيتينغ سبراي يس كيخلي ان كاع الطبقات اللي حطيتي على وجهك كيتجانسوا وكيوليو سو سموث. ابار سا الا كان شي مازال دي بور شويه باينين كيمسحهم، سورتو ملي استعملتو معاه هاد لابودغ ناري ما نقولش لكم، عرفتي راه كنولي دايره بحال ديك المونيكا، المونيكا اللي لابو ديالها تكون ليس
ما فيها حتى شي حاجه تماما، وكذلك ما كيخليش داك لاكسي ديال لا بودر يبقى باين في الوجه ديالكم. لافه ديالو فريمون واعر بزاف بزاف. اوكي دابا غادي ندوزو لاحسن بارتيه عندي، اي برو برودكتس. Let's do it guys. انا عارفاكم دابا كتقولوا في نفسكم غادي نقول لكم برو فريز ديال اناستازيا. نو 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 جايز، ماشي برو فريز ديال اناستازيا، وانما ان برودوي اللي ما غالي ما رخيص، ما كيتعتبرش من هاي اند. انا عارفه هاد الضجه اللي نايضه عليه نايضه سورتو في امريكان وفي الانجليز، مازال ما دخلتش الضجه ديالو لهنا المغرب. هذا احسن واكس الحجبان، برودوي كيجي داير بحال هكا فوالا. او لا لا ريحتو واعره بزاف بزاف، استعملته بزاف بزاف هاد العام. هذا هو اللي مستعملاه دابا حاليا، ها نتوما شوفوا فريمون، ها ها ايبروز ديالي بقاو هما ما تتبدلوش ابدا، ما تحتاجوش ابدا انكم تفزقوه. هو تشدوا البراش ديالكم وتديروا له هكا وتفيكسيو. لا علاقه ليه بالصابونه ديال الحجبان. صابونه الحجبان تقدروا ملي تقيسوها بالماء تبدا تغوى لكم، ينوضوا الشعرات ينقزوا. هذا ديروه في حجبانكم ونساو ريوسكم باللي راكم دايرينه. حاجه اخرى هذا ننصح به بزاف 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 الناس اللي عندهم الزغبه ديالهم قاصحه، يعني باش كتستيلا بزز بزز، هذا خدوه غادي تشكروني عليه. دابا غادي ندوزو باش كنرسمو الحجب ديالنا في الهاي اند برو بن ديال اناستازيا بيفرلي هيلز، واعر بزاف بزاف. خساره ما لقيتش لاطانت ديالي في السولد، كنت باغا ناخذ شي جوج وحدين اخرين، ما كينشفش في ساع يعني كيدوز ليكم. زائد لاطانت ديالو انا عندي ايبوني، جاتني بزاف مع حجباني، ودايوغ هو اللي دايره اليوم النيت. كيفاش كنستعملو؟ سوا كندير لا بودغ من التحت بحال اليوم دايره انا اون بودغ ديال اناستازيا النيت، وعاد من بعد البلايص اللي خاوين كنبدا نرسم شعره 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 عليها، كيبان ليكم حجباني هكايا عامرين. مي راه نورمالمون انا حجباني خاويين في مره. دابا غادي ندوزو الاي برودكتس. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها وهي الاي بيز. بوغ مو لو توب دو شي توب ديال كاع لي اي بيز اللي جربت، نمبر 1 هو هذا ديال بي بيرفكت. العيب الوحيد في هاد لاباز هي ان ما فيهاش درجات، فيها كولور واحد كيجي بيتشي ولكن كيجي نوتر. بالنسبه للناس اللي لا كولور ديالهم فونسي ما كنظنش انا غادي تجي معاهم، وبالنسبه للناس اللي لا كولور ديالهم كلير بزاف بزاف حتى هي كذلك ما غاديش توصل تجي معاهم. انا جات معايا لكتب حالي خذوا هذه غادي تعجبكم بزاف، كيسهل عليكم عمليه الدمج لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه داك الخط كيبقاش يبان ابدا، وكذلك لا كولور كتخرج انطونس مزيان مزيان، يعني حسن حتى من اللي كتشوفوه في الاي شادو باليت ديالكم. من موراها كاينه باز وحده اخرى اللي جات رخيصه، سي بور سا قلت لكم الا بغيتو فيرسيون ديال دراغ ستور ميك اب غادي نديرها لكم. حيد عليا بيلويز، حيد عليا اي حاجه، هذا بوغ مو هو النمبر 1. دابا غادي ندوزو الاي شادو باليت. وقيلا جو بونس راه جاوبتكم على هاد لا كيسيون هادي في الفيديو ديالي الحاصله ديال عام 2021 اللي ما تفرجوش فيه، غادي نخليها لكم هنايا سيروا تفرجوا فيه. لينورفينا راه كاينين وحدين اخرين، جوج وحدين اخرين، ولكن ما بغيتش نجبدهم بارك عليكم غير هادو. هاد لي باليت انصح بهم فقط الناس عندهم درايه للدمج ديال لي كولور، سينو الا كنتو مبتدئين هادو راه ما تعرفوش ليهم ابدا. خاصكم تعرفوا ان هادو راه لوز بيغمنتس ماشي اي شادوز عاديين. لو بري ديالهم سي فري غاليين، ولكن يستاهلوا كل فرنك حطيتوه فيهم. الا حسيتوا براسكم عيقت عليكم نعطيكم واحد الاختيار واحد اخر، ولكن رخص من نورفينا وعندكم لي شوا ديال لي كولور. غادي ننصحكم بزاف 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 بلي باليت ديال بي بيرفكت، سورتو سورتو مع الكولابوراسيون ديال ستيسي ماري مع هاد الميك اب ارتست هادي انجليزيه، واعرين بزاف بزاف بزاف. نبدا خفيفه في ساعه على لي كولور دايرين. فوالا هذه هي الباليت الاولانيه، راه ديجا خدمت بها في الفيديو ديال مكياج وقضايا، الا ما تفرجتوش فيه غادي نخلي لكم هنا في الايسر وتفرجوا فيه. من موراها كاينه الكارنيفال 3 اللي هي هذه خدمت بها بزاف في لي لايف، وخدمت بها دي لوك عندي في انستغرام سيروا شوفوهم. وهذه اللي غادي نوريكم هي اللي خادمه بها اليوم الكارنيفال 4، خدمت بها الجهه هذه الخضراء تالمون الكاليتي واعره، شريتهم بثلاثه بهم. اي حاجه كيف ما قلت لكم خرجتها غادي نعاود نشريها. الكاليتي ديال لي فار ديالها فريمون زوينين كريميين بالنسبه لي زيرهيزي، بالنسبه لي مات اوباك بزاف، كيتدمجوا بواحد الطريقه زوينه فاسيل. عندك لي شوا بزاف ديال لي كولور، باليت كتكمل باليت، جربوهم انا متاكده انكم ما غاديش تندموا. ما عنديش ماسكارا، ما عنديش فوسيل، سو غادي ندوزو ليب
برودكت. ما غاديش نطول عليكم بزاف. لي برودكت اللي جربت الوحيدين واللي عجبوني بزاف هذا العام ديال 2021 هادو ديال فانتي بيوتي. كاينين الناس اللي معجبوهمش كاينين الناس اللي عجبوهم، فيهم دي كولور زوينين. انا خديتهم كانوا ديك الساعات في السول داير ب $7 لكل واحد، مقارنه باناستازيا فانتي بيوتي. اناستازيا اللي حسن، ولكن حيت اناستازيا مجرباها في عام 2019، ولكن حتى هادو فيهم دي طونط فنين، الكاليتي ديالهم حتى تستحق انكم تجربوها، سورتو الا كانوا $7. انا قلت لكم بحال هكا غير باش نحطكم في الواجهه. مهم انا هادو فريمون ارتحيت فيهم بزاف 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 في عام 2021. فوالا فوالا، كيكونوا هادو هما لي برودوي هاي اند اللي جربت في عام 2021 وعجبوني بزاف، سهلوا كل فرانك حطيتو فيهم، وكذلك حتى نتوما يسهل انكم تجربوهم. كنظن انني شاركت معكم كل حاجه بتفصيل الممل. الا بغيتو توب دراغ ستور ميك اب اللي رخاصين قولوها ليا، نزلوا لي كومونتير لتحت وقولوها ليا، كاين حتى شي مشكل نديرها لكم. كيف ما قلت لكم ديما غادي يكون كل عام فيديو بحال هكايا، نشارك معكم فيه دي برودوي اللي جربت لكم العام كامل شنو هما لي طوب. عملت شي حوايج ندير منهم جوج بالنسبه لانواع ديال البشره باش نسهل عليكم شي شويه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وتفعلوا داك الجرس اللي حداه، وكذلك تخليوا لي لجام ديالكم، كذلك تخليوا لي التعاليق ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المجيء. باي.